طبعا مقدر انكم اهله وخايفين عليه، بس عايز الفت نظركم لحاجه. لو ساعدتوه على انه يهرب هتبقوا بتضروه مش بتفيدوه. ايوه صلاح بيه، بس انا اخويا بريء وما عملش حاجه. هو البريء برضه يهرب؟ انتوا اللي اضطريتوه يعمل كده. احنا اللي اضطريناه، يعني احنا اللي قلنا له يضرب الولد لحد ما يموت في ايده. احنا اللي قلنا له يروح يبتز الناس ويحاول ياخد منهم رشوه. والكلام ده كذب وما حصلش منه حاجه. هو ما قدرش يثبت انه كده، ولو بريء بجد كان وقف وواجه واثبت براءته. لما هو اتصرف تصرف ملوش اي علاقه بالرجوله، وتصرف زي اي مجرم وهرب. ابني راجل يا صلاح بيه، وهيفضل طول عمره راجل، وقادر ربنا يزرع الحق. في حاجه تانية ولا ممكن تسيبنا بقى في حالنا؟ انا متاسف جدا، بس ليا رجاء اخير، يعني لو حاول يتصل بيكم يا ريت تبلغوه ان اللي بيعمله ده مش هيفيده، هيضره اكتر. انا اسف على الازعاج، عن اذنكم انا عارف طريق الباب كويس. انا مش فاهمه ايه اللي افترى ده. الله الغالب يا بنتي، الله الغالب. يا ابو خبطت عيني يا ابني، هتقطع دراعي. مش هينفع، دي مش هتنفع. اصبر لبالليل، نشوف حل وتغور في 60 داهيه. اصبر. اصبر لبالليل ايه؟ وانت عايز نفضل متكلبش مع واحد مجرم هربان من العداله لحد بالليل؟ اخلص ليه؟ بقى اخلص. يا ساتر يا رب. يا ابني مالك في ايه؟ يا ساتر، محصور من صباحيه ربنا ومش عارف افك، ومش عارف افك. عايز اعمل زي الناس فيها حاجه دي كمان ولا ايه؟ طب قوم اترمي هناك. يلا اخلص، يلا اخلص. طب تعالى معايا. اجي معاك فين يا ابني؟ ما تخلص. طب انا هروح لوحدي هناك ازاي؟ ده انا لو قعدت ثانيه بعد كده اقلع البنطلون وانشره هنا. طب يلا. هات ايدك شويه عشان افك الحزام بس. بط يلا يا عم، انت في ايه جمل؟ يا عم بقول لك محسوم الصبح من صباحيه ربنا. يلا دورك، يلا. ولا مش عايز تتنيل انت كمان؟ اتنيل ماشي. بص هناك. ابص هناك ليه؟ هتتكسف مني؟ لا لسه مش عارف انت ممسوك في ايه. ممسوك ظلم، الدور والباقي عليك انت. ده الام مسكوك عشان حرامي. انا مش عارف الحراميه شكلهم نضيف كده ليه. امال لما الحراميه يبقى شكلهم كده ولاد الناس هيبقى شكلهم ايه؟ اترمي بقى، مش عايز اسمع صوتك. اترمي. الحمد لله، الحمد لله يا رب. اللهم لا ترد علي، انا اللي جابني، انا مش عايز اقرب. بس بتصدق والله مش عارف الواحد يفرح على الفكه دي وشمه الهواء، ولا يزعل، ولا يعمل ايه. بس هو كده كده رايح في 60 داهيه. يلا هيسخطوك يا قرد، هيعملوك ايه؟ وانت بقى ممسوك في ايه ان شاء الله؟ انت مالك اهلك انت؟ اخلص خلاص اهو، مفيش حاجه. هو كده الانسان بعد ما يفك زنقته. نبعد لنا بقى عم رامي وبطل هري. قعدت تقول لنا هنقلب الدنيا وهنعمل ونسوي، اديهم في الاخر هربوه واحنا كلنا واقفين نتفرج. على رايك يا عيسى، شفت الجبروت بتاعهم؟ ولا همهم ناس ملمومه ولا دنيا مقلوبه ولا اي حاجه، وبرضه عملوا اللي في دماغهم ولا كان حد مال عينيهم. خلصت وصلت اللطمه بتاعتكم؟ كنت فاكرين ايه اللي هيحصل بقى؟ يعني بنعمل اول ماتش كده هنخ ونسلم؟ هم اكيد بيجربونا، هم يشوفونا احنا بنعمل ايه. احنا لسه هنعمل يا عم رامي؟ يا ابني اهدى، ارحم نفسك وارحمنا، البلد دي مفيش منها رجل. لازم تعرف كده كويس، احسن حاجه الواحد يعملها استنى لما يتخرج شوف اي بلوى يهج فيها. يبقى كده هم عملوا اللي هم عاوزينه مش كده؟ اللي قاعدين في البلد راضيين وساكتين بحالهم، واللي عايز يفتح بقه زينا يسيب البلد ويمشي. يا اخي حرام عليك بقى، انت لسه بتكبر يا ابني. افهم، هم دلوقتي بيجربونا،
وشوف هنعمل ايه يعني. لو سكتنا وحطينا جزمه فوقنا زي كل الناس هيكملوا طريقهم، انما لو وقفنا لهم بقى. بقول لك ايه يا عم رامي، وحياة ابوك، انا الكلام ده مش هياكل معايا خلاص. لازم تعرف ان اللي انت بتعمله ده مفيش منه فايده، يمكن ساعتها تعرف ترتاح. يا جماعه هو زياد مش كان صاحبي زي ما كان صاحبكم؟ رامي كان صاحبنا، بس مش معنى كده ان احنا نحصله. هنحصله ايه؟ زياد حصل فيه كده لانه كان لوحده، انما احنا لو كتير. يوه كتير مين يا ابني؟ انت ما بتتعلمش، انت بتتكلم ازاي؟ ساعه الجد ما حدش واقف جنب حد على فكره، كله بيقول يلا نفسي. لا طبعا، انتوا شايفين الشباب عملوا ايه على السوشيال ميديا من ساعه ما المجرم ده ما هرب. تاني السوشيال ميديا مدفوقه رامي، الشباب اللي انت بتقول عليهم دول زياد بالنسبه لهم مصلحه، هيعملوا بيه شويه شغل وبعد كده في الاخر ينسوه. لا مش كلهم، فيهم ناس كويسه انا متاكد. متاكد من ايه بقى يا بمرتي؟ في حاجه كده بس مش هقول لكم عليها دلوقتي، يعني عندي مشوار بالليل هخلصه، لما ارجع افهمكم كل حاجه باذن الله. ساعتها ان شاء الله هجيب حق زياد وكل اللي زيه. خليكم معايا يا شباب بقى. حاضر. ايوه يا فندم باذن الله ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه يا فندم. سيادة الوزير كان لسه معايا على التليفون بيسألني ايه الاخبار، منفعل جدا. وبعدين الناس فاكرين ان احنا اللي هربناه، الوزارة كلها محطوطة في موقف حرج يا صلاح، نعمل ايه؟ ان شاء الله يا فندم هنجيبه في اسرع وقت. اسرع وقت ده امتى يا صلاح؟ ده لسه كمان لما العيال بتوع التوك شو يفتحوا الهوا وياخدوا تليفونات وشوف بقى اللي هيعملوه فينا. ما شاء الله هيقلبوا علينا الدنيا اكتر ما هي مقلوبة، نعمل ايه؟ ما تقلقش يا فندم، احنا بندرس كل الاماكن اللي ممكن يروح لها، وان شاء الله في خلال 24 ساعة انا هكون جاي. هرب؟ هرب ازاي يعني؟ يعني اهرب انا موجود هنا؟ ما يا بلد يا جدع، ما يهرب ولا يغور في 60 داهية، احنا فيك انت دلوقتي. ما انا يا اخويا، ما انا برمي هنا ويعلم النيابة هتعمل معايا بكرة. ما تبقاش حمار ياض. طب لعلمك بقى، هروب الضابط ده مصلحة ليك انت. مصلحة؟ مصلحة ازاي يعني؟ اقول لك يا بقف، دلوقتي النيابة هتسأل مين في المحضر بتاعك غير الضابط، وشكرا. وانا ان كان عليا انا عارف اقول ايه. ايه اللي حصل يا زناتي؟ والله يا باشا انا فجأة رئيس سليم بالانصاري بيجري ورا حماده تايسون وراجع بيه من الكتف. يا جدع انت جاي تفور لي دمي ولا ايه؟ اسمع بس. طب والحاجه اللي كانت معايا زناتي، الفرد والمخدرات؟ والله يا باشا انا ما شفتش حاجه. قال لي سليم بالانصاري دخل علينا بحماده تايسون والحاجه دي في ايده. ايوه بس الحته كلها شافت اللي حصل. هما شافوا ايه غير اللي انا شفته يا بقف؟ وكمان في حاجه انت ناسيها، انشهد ضده في قضيه، يعني خصم. ايوه بس هو شهد ضدي فضيتي. يشهد زي ما يشهد، هو شهادته ملهاش اي لازمه، محدش امن على كلامه، لكن انت كلامك كذا حد امن عليه. يعني مش بعيد المره الجايه في النيابه تاخد افراج، بس لعلمك انا مش هسيبك غير لما اخد عرقي. يا ابني حبيبي افتح بق، افتح بق. ايه ده؟ محدش فيكوا يتحرك. جوزك يا ست انت؟ والله ما اعرف يا باشا. استشهد من الشباب كلها. حاضر يا باشا. ما تخافوش. ما تخافيش. لا يا باشا ما فيش حاجة يا باشا. مش حاجة يا باشا. اسبقوا انتوا تحت. تمام يا باشا. هو انتوا لسه ما لقيتوش يا باشا؟ هنلاقيه. لازم اخاف، لازم اخاف واقلق كمان. يا بابا هرب ولا ما هربش، انت مالكش في الحوار من اصله. الحوار ده يخص عم لطفي. يا ابني افهم. الضابط صحيح عدو عمك لطفي، لكن هو عارف كويس قوي ان انا وقفت جنبه وشهدت ضده كمان. يعني حتى لو هو مش شايفني ان انا عدوه، أكيد 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 في دماغه مليون ألف حاجة، وده تخليني إن أنا أقلق. الجدع كده كده هربان، يعني مفيش حاجة بيده يعني. يا ابني ما تنساش إن أنا راجل سياسة، يعني طول النهار أنا موجود في المجلس، أنا أهم حاجة عندي سيرتي وتاريخي. أنا مش عارف وقفتنا مع لطفي ده هتودينا لحد فين. ربنا يستر. صدق بالله أنت تعيش حمار وتموت حمار. أعيش حمار أحسن ما أعيش مسجون يا زناتي. ومين جاب سيرة السجن يا تغف أنت؟ انت فكرك سليم هيسيبنا في حالنا وهو عارف ان احنا لبسناه المصيبه دي؟
وانت يهمك ايه؟ انت لا شهدت عليه ولا ظهرت في الفيلم ده من اساسه، يعني بالنسبه لك خلصانه بحصانه. وانت فاكر بقى ان سليم الانصاري لسه ظابط زي الاول وليه شنه ورنه؟ سليم الانصاري بقى حته مجرم هربان لا بيهش ولا بينش، والوزاره كلها مقلوبه عليه، يعني كل اللي يهمه دلوقتي انه يفضل هربان. انا مش مرتاح للي حصل ده يا زناتي. يا ابني بطل خوفه ما تبقاش خفيف امه. سليم الانصاري دلوقتي قدامه حل من اتنين ما لهمش تالت. يا يسلم نفسه ساعتها لضيقه البس اكتر ما هي لابساه، يا اما يدور على حته يتدارى فيها ابعد حته يستخبى فيها. وساعتها لا يقدر يهرب مننا ولا هنشوف وشه. اسكت بقى وخليني بقى احكي لك عملت ايه مع لطفي في موضوع الفلوس. ولا انت خوفك نساك الفلوس يا ضغوف؟ هتفضل متنح لغايه يوم القيامه كده؟ ما تفوق لي يا جدع. احنا مش عايزين نتسرع ونتهم الداخليه بالتواطؤ في تهريب الضابط سليم الانصاري، بس حتى لو مفيش تواطؤ فهو في تخاذل واضح جدا، لازم محاسبه المسؤولين عنه. ولو الداخليه عايزه تثبت لنا حسن نيتها زي ما وعدتنا. عامه هنتكلم اكتر بس بعد الفاصل. معلش يا رامي حقك عليا عشان دوختك عقبال ما نتقابل، بس الاكونتس كلها متراقبه حتى تليفونات كمان. مش مهم يا جميله، المهم ان احنا تقابلنا. يعني قول لي بقى يا سيدي، ايه الموضوع الضروري اللي مخليك عايز تشوفني في السرعه دي؟ بص يا جميله، انا مش هزوق الكلام يعني، وحاسسك ان انا عايز اقول حاجه معينه. بص من الاخر كده، كل الشباب اللي معايا خلعوا، ما حدش منهم هيكمل في القصه دي، وبالذات بعد اللي حصل النهارده. ليه يا رامي؟ هو انتوا فاكرين يعني الداخليه هتسلم الراجل بتاعها بالسهوله دي؟ انا فاهم ده، بس هم مش فاهمين الكلام ده، وحاولت افهمهم طبعا وهم خايفين. بص يا جميله بصراحه كده، يعني هم شايفين يعني ان زياد ده لو كان حد منكم يعني مشهور والناس عارفاه وكده، كانت بجد مصر اتقلبت عشانه. انما زياد الله يرحمه كان غلبان. من الاخر يعني حدوته دي هتاخد لها يومين كده وتتنسي. بص هو انا حقيقي ما كنتش قابلت زياد قبل كده الله يرحمه، بس صدقني انا حاسه زي ما يكون جد زي اخويا وطاري هو طاري. جميل، انا مش بتكلم عنك، انا عارف كويس جدا انك بتتصرفي من قلبك يعني، ما انا متابعك على تويتر من زمان وعارف كويس قوي انت بتعملي ايه لاي حد حتى لو ما تعرفيهوش، بس المره دي موضوع كبير. وعشان كده ربنا هيقدرني عشان اجيب حق زياد، بس انا محتاجه مساعدتك. ماشي، بس انت عارفه كل التفاصيل يعني، وانا كل اللي عندي قلته لك. لا مش كفايه، انا عايزه اي حد بيعرف اي حاجه عن زياد او عن ضابط اللي عذبه يطلع ويتكلم، عايزه شهود اكتر. بص يا رامي، الدنيا كلها لازم تعرف ان سليم الانصاري ده سفاح ولازم ياخد جزائه. عندك حق. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وإن إليه راجعون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وآخرتها يا أخينا أنت. أنا خلاص هموت من العطش والجوع. هو أنت ما جوعتش أنت كمان ولا إيه؟ ما أنتش بني آدم زينا. طب اسمك ايه؟ بلاش اسمك يا عم، ايه اللي جابك هنا؟ طب انت تهمتك ايه ولا يودوك النيابة ليه يعني؟ ان شكلك يعني مش شكل مجرمين يعني ولا حرامية. ها شكلك نصاب. ايوه تلاقيك نصاب من اللي بيضحكوا على الستات الكبيره والبنات وياخدوا منهم فلوس. هو جاي تعمل ايه انت؟ ايه ملوك ليه؟ ولا تلاقيك من بتوع السياسه واللابتوب والفيسبوك والحاجات دي اللي هتوديك في 60 داهيه؟ ما هو ايوه، ما هي الحاجات دي اصلها كلها مصايب. لا تطلع ارهابي بقى، تبقى واقعه سودا ونبقى قمنا من حفره وقعنا في ضحضير. أنا أخوك في الله إبراهيم السني. اتحركي يا بنت، ما تتكلمي. يا والله يا ده عجوة. إيه مش عاجبك اسم إبراهيم؟ أنت سامع؟ سامع. هو في حد هنا غيرنا؟ تلاقي كلاب ولا قطط ولا حاجة؟ في حد بيصرخ؟ أيوة يا عم. طب ما يصرخ وإحنا مالنا؟ عملنا ايه دي واحدة بتصرخ؟ تعال نشوف فيه. هنشوف احنا مالنا، يمكن واحدة جوزها بيضربها ولا حاجة. تعال قوم يا عم. انت استنى. اثبت يالا. تعال يا بنت هنا، تعال. سيبها تمشي. تعال هنا يا بنت. سيبها تمشي. تعال يا بنت. تعال. ما تسيبنيش يا عم.
تخافيش يا ماما، تخافيش يا بنتي. انت يا بنتي ايه اللي يجيبك معاهم هنا؟ ايه اللي يجيبك هنا؟ والله يا عم ما كنت اعرف ان هم عاوزين حاجات زي كده. دول قالوا لي هيدوني بضاعه وهنقسم المكسب بالنص. انت ممكن فين يا بنت؟ ولا اهلك فين؟ ساكنه فين يا بس؟ انا ماليش اهل ولا ليا سكن. لا لا قوة الا بالله يا رب. ابراهيم خلنا فلوس نجيب الداله. يلا روح بنت يا مستشفى، اطمن على نفسك. يلا يلا كتر خيركم يا رب. يلا اجري يلا يا بنت، جري وما تجيش هنا تاني. هنعمل الجرح اللي في ايدك ده خطر قوي، احنا لازم نروح مستشفى. مستشفى ايه بس؟ انت ناسي ان احنا هربانين؟ تعرف تسوق موتوسيكل؟ بعرف. طب اركب اقول لك تروح على فين. يلا دور. اروح على فين بس؟ تعالى بايدك معايا عشان اعرف ادور. يلا بسم الله. اركب اركب اركب. لف ايدك امسك نفسك يا وحش، امسك نفسك. ايدك تعبان، الدم بينزف. يا رب يا ساتر. هاي البيت اللي فين دلوقتي؟ طب كويس، انا مسافه السكه اكون عندك. سلام. انت متاكده ان هم دول يا فاتن؟ ايوه يا سعاده البيه، هو انا اقدر انساهم؟ ربنا يستر طريقهم زي ما سطروني، ويقف جنبهم زي ما وقفوا لي. يا رب يا رب. ليه يا فاتن؟ هم بعد ما وصلوكي راحوا فين؟